شيء عن السولفنت او الفيكل اللي تستخدم بالانجكتبل بريباريشنز، اذا السائل او المذيب الذي يستخدم في تحضير الابر او الحقن. حكينا انه ممكن يكون اكويس مائي، وهذا المائي بيكون لا يعني تحديدا للاي في، ممكن كمان يكون للاي ام او السبكوتينيس. لكن اذا كان بدنا النون اكويس سولفنتس، هاي على الاغلب بدها تكون ام اي ام او سبكوتينيس، اذا ما بنفع للاي في بريبريشنز الا الاكويس سولفنتس. حكينا اذا الاكويس سولفنتس المره الماضيه، حكينا عن الووتر فور انجكشن، حكينا مواصفات الووتر فور انجكشن. اذا بما انه اكويس، اذا نحن بنحكي عن الاساس مائي، ف ووتر فور انجكشن حكينا عن مواصفاتها انها not required to be sterile, pyrogen free, no added substance و not isotonic. بالنسبه للستيريل ووتر فور انجكشن، هاي بتكون المية جاهزة وتضاف مباشرة إلى الفيال اللي فيها المستحضر، ممكن يكون باودر، وإما بتذوبه أو تعمل منه سسبنشن ثم تستعمل مباشرة للمريض. فهي required to be sterile, required to be pyrogen free, may contain solids not more than that in water for injection، اللي هي حكينا عنها المرة الماضية بالنسبة للشوائب المسموح انها تكون موجوده في هذا النوع من المي، هي لا تزيد عن 1 ملي جرام لكل 100 مليليتر. Intended to be used as a solvent, vehicle or diluent for already sterilized and packaged injectable medications، زي ما حكينا المره الماضيه. ما في اي added substance و it's not isotonic، بيكون معمول حساب جوا البريباريشن الدراي بريباريشن انه لما تنضاف عليها المي يطلع الفاينل برودكت ايزوتونيك، اذا كان مطلوب انه يكون ايزوتونيك بشرط يعني. طبعا سنجل يوز، يعني تستخدم فقط لمره واحده. برضو من انواع الووتر فور انجكشن عندنا البكتيريوستاتيك ووتر فور انجكشن، هي بكتيريوستاتيك بمعنى انه في مضاف ماده. هاي الماده عباره عن انتي مايكروبيال ايجنت بمنع الجروث اوف مايكرو اورجانيزمز. اذا ستيريل ووتر فور انجكشن كونتيننج وان اور مور سوتابل انتي مايكروبيال ايجنت زي البنزايل الكحول. هاي يعني شو الهدف احنا من اضافه بكتيريوستاتيك ايجنت؟ بكتيريوستاتيك إذا الكلمة هاي من بكتيريو وستاتيك، ستاتيك يعني ثابت، فبتثبت عدد البكتيريا أو بتمنع تكاثر البكتيريا. هاي المواد هي أنتي مايكروبيال إيجنتس زي البنزايل الكحول، تنضاف على المي الووتر فور إنجكشن علشان تصير مالتيبل دوز فاير، يعني ممكن إنه تستخدم أكثر من مرة. يعني بناخذ مثلا تيجي الفايل 50 ملليلتر وبناخذ من الفيال 5 ملليلتر وبضل الباقي بنرد نعيد استعماله مره ثانيه وثالثه ورابعه وهكذا. فاذا لانه مالتي يوز او مالتي دوز يستعمل اكثر من مره، فبنخاف انه مع كل استعمال تدخل بكتيريا او مايكرو اورجانيزمز جوا البريبريشن ويصير لها بروليفريشن، يعني تتكاثر، وبالتالي بيصير المستحضر نون ستيريل. لكن لما نضيف انتي مايكروبيال ايجنت يكون اصلا موجود في هاي البريباريشن، حتى لو سحبنا من هذا المستحضر من الفايل وحتى لو دخلت بكتيريا لن تتمكن من البروليفريشن، لن تكون فيابل، لانه في انتي مايكروبيال ايجنت موجود في البريباريشن راح يقتلها او يمنع تكاثرها، وبالتالي بنحافظ على المنتج ستيريل حتى لو استخدم اكثر من مره. لكن في بعض الكونسيرنز بهاي المالتيبل دوز فيلز، used only for small volume parenterals، يعني فقط تستخدم بحيث انه ما يزيد الحجم للانجكشن عن 5 ملليلتر. ليه؟ لانه في ماده توكسيك، صحيح توكسيك للمايكرو اورجانيزمز لكن برضه توكسيك للهيومنز، ممكن يكون لها some toxicity to humans، اللي هي زي البنزايل الكحول حكينا. هاي المواد
لما تكون كميتها قليلة ما بتضر، لكن إذا استخدمناها بلارج فوليومز ممكن يكون لها تأثيرات سمية كبيرة على الإنسان، وبالتالي تستخدم فقط فور سمول فوليوم 5 مللتر ماكسيموم. في عندنا كونسيرن كمان بالكيميكال كومباتيبيليتي اوف ذا بكتيريوستاتيك ايجنت وذ ذا بارتيكولار ميديسينال ايجنت بينج ديزولد اور سسبندد، ممكن يصير في رياكشنز ما بين الانتي مايكروبيال ايجنت والدواء وبالتالي بيأثر على الاستابيليتي اوف ذا دراج. Not for use in neonates، يعني هاي برضو لا تستخدم للأطفال خلينا نحكي حديثي السن، لأنه التوكسيسيتي بتكون واحدة من المخاوف على صحة الطفل، حيث أنه إعطاء هاي المواد اللي هي الأنتي مايكروبيال ايجنتس للأطفال. صوديوم كلورايد انجكشن برضو إذن هاي من أنواع السولفنتس اللي ممكن استخدامها as a vehicle for injectables. صوديوم كلورايد انجكشن، إذن من اسمها هي صوديوم كلورايد، إذن تحتوي على الصوديوم كلورايد. Sterile isotonic solution of sodium chloride in water for injection. Sterile isotonic، إذن هاي هذا النوع من المي بيكون sterile. وisotonic، ايزوتونيك كيف صار ايزوتونيك؟ نتيجة لوجود الصوديوم كلورايد. تذكروا حكينا ايش تركيز الصوديوم كلورايد بالمي اللي بيخلي السوليوشن ايزوتونيك؟ مين بيعرف؟ هذا يعني الرقم لازم تكونوا حافظينه عن غيب. 0.9% صوديوم كلورايد سوليوشن اللي هو هذا نسميه normal saline هو الايزوتونيك solution. الآن يعني هنا بهاي الجملة عبرنا عن هذا الرقم باستخدام الملي equivalents. contains 154 ملي equivalent، إذن هاي MEQ يعني اختصار لملي equivalent of sodium and chloride ions per liter. لو طلبت منكم انكم تحولوا لي ال 154 ملي ايكويفالنت بير لتر، هذا تركيز نورماليتي، نورماليتي اكسبريشن. لو حكيت لكم حولوا لي ال 154 ملي ايكويفالنت ل كونسنتريشن، راح يطلع التركيز هذا يكافئ بالوزن 0.9 جرام لكل 100 ملي لتر. تمام، بدي اياكم تجربوا، بدي اياكم تجربوا، بدي اياكم تجربوا تحولوا ال 154 ملي ايكويفالنت الى تركيز بالجرام بير 100 ام ال. طيب خلينا مع بعض، يعني ماشي هاي بلاش اعطيكم واجب لانه لسه ما اعطيكم امبارح واجب. خلينا نحلها مع بعض. 154 ملي ايكويفالنت اوف صوديوم اند كلورايد ايونز بير لتر. طيب اذا 154 ملي ايكويفالنت صوديوم كلورايد تشارج عليه الصوديوم واحد والكلورايد واحد، فاذا النمبر اوف ايكويفالنتس بير مول للصوديوم كلورايد يساوي واحد، فاذا الايكويفالنت ويت هو نفسه المولكولر ويت بالنسبه للصوديوم كلورايد. فاذا نقدر احنا نطلع الان من هون نقدر نطلع 100 ml، بس علشان وقت المحاضرة خلينا نكمل هلا وبرجع لكم فيه هذا الرقم وتحويله إلى إلى اللي هو جرام بير 100 ml. طيب إذا علشان يكون الصوديوم كلورايد انجكشن ايزوتونيك المفروض إنه يكون التركيز 0.9 جرام بير 100 ml أو ما يكافئ إذا كان في مواد ثانية بدها تكون موجودة في preparation. Used as sterile vehicle in solutions or suspensions of drugs for parenteral administration. في عندنا bacteriostatic sodium chloride injection. Bacteriostatic sodium chloride injection, sterile isotonic solution of sodium chloride in water for injection.
it contains one or more suitable antimicrobial agents. يعني هي هنا صار عندنا تركيبة إنه فيها صوديوم كلورايد وفي عندنا بكتيريوستاتيك agent, فهي ستيريل isotonic preserved solution of sodium chloride in water for injection. It contains one or more suitable antimicrobial agents which must be specified on the labeling. فإذا هنا للmulti-use أو multi-dose preparations نستخدم دائما bacteriostatic agent مضاف على الformulation. برضو من ال الفيكلز المستخدمه الاكويس فيكلز المستخدمه ستيريل اللي هو رينجرز سوليوشن رينجرز انجكشن رينجرز انجكشن عباره عن ستيريل سوليوشن اوف صوديوم كلورايد. اذا هون في عندنا مجموعه من الالكترولايتس صوديوم كلورايد بوتاسيوم كلورايد كالسيوم كلورايد ان واتر فور انجكشن. تز امبلويد از ا فيكل فور اذر دراجز اور الون از ان الكترولايت ريبلينشر, يعني علشان نعوض فقدان الأملاح يعني عند المريض نستخدم رينجرز انجكشن. مجموعة الأملاح الموجودة فيه صوديوم كلورايد بوتاسيوم كلورايد والكالسيوم كلورايد. لاكتيتد رينجرز انجكشن بيكون فيها مجموعة الأملاح اللي حكينا عنهم سابقا وبرضه بيكون في صوديوم لاكتيت بالإضافة إلى ذلك, وهذا يستخدم as fluid and electrolyte replenisher and systemic الكلايزر, وبرضه يعني يستأله استخدامات معينة هذا اللاكتيتد رينجر انجكشن. طيب إذا هذول كلهم اللي حكينا عنهم عبارة عن أكويس فيكلز, هذول أكويس فيكلز. الآن نحكي عن نون أكويس فيكلز. نون أكويس فيكلز إذا أساس السائل ما بيكون مي, بده يكون مواد غير مائية, راح نشوف examples عليها هلا كمان شوي. لكن طبعا the properties of such vehicles لازم تكون اكيد non-irritating, non-toxic, not sensitizing, تعملش تحسس عند المريض, no pharmacological activity of its own, does not adversely affect the activity of the medicinal agent, stable, خاصة بنعمل heat sterilization, acceptable viscosity, لزوجتها مقبولة بحيث انها ما تكون لزجة كثير حتى نتمكن ان ندخلها من الحقنة او من الابرة تبعت الحقنة. examples عندنا هنا examples ال fixed vegetable oils المواد الزيتية زي الكورن اويل كوتون سيد اويل بينات اويل وسيسمي اويل. إذا هاي زيوت ممكن استخدامها كفيكلز. طبعا هون نحكي احنا intramuscular injection على الأغلب, IV ما بنقدر نستخدم إلا aqueous زي ما حكينا سابقا, بس بالintramuscular نقدر نعطي إبرة زيتية. لكن في مخاوف هنا من الإبر الزيتية هاي إنه ممكن يصير في عنا allergic reaction عند المريض. الجليسرين برضو ممكن نستخدمه as a vehicle, لكن الجليسرين إذا كان يعني pure لزوجته بتكون عالية ممكن يكون في مشكلة هون, فممكن ينضاف إلى شوية مي علشان نقلل من لزوجة الجليسرين. PEGs polyethylene glycols والpropylene glycol والالكوهول برضو من الخيارات اللي ممكن استعمالها كنون اكويس فيكل بالانجكتابل بريباريشنز. ادد سبستانسز. الان احنا بالابره بهمنا السائل الفيكل بهمنا الاكتيف انجريدينت, لان هذول التو انجريدينتس اساسيه. بالاضافه لذلك ممكن يكون في some added substances مواد ثانية مضافة على ال preparation. ممكن تضاف هاي المواد to increase stability or usefulness of formulation. فطبعا أي مادة بدنا نضيفها increase stability, إذا المقصود هنا إما stability من ناحية إنه microbiological stability أو ممكن برضو physical stability لل preparation أو chemical stability للدواء, زي يعني ما نضيف مواد مشان نزيد نطول the expiry date of the preparation. They are required not to be يعني interdicted in the individual monographs, harmless in the amounts administered, not to interfere with the therapeutic efficacy, not to interfere with the specified
assay and test. يعني بدها تكون هاي المواد إضافتها للفورميليشن ما بيأثر سلبا على الأكتيف إنجريدينت أو على الفورميليشن نفسه. Examples عندنا على الأدد سبستانسز اللي ممكن نضيفها، ممكن نضيف antibacterial preservatives مواد حافظة، خاصة هاي الantibacterial preservatives تضاف بده يكون small volume injections زي ما حكينا المرة الماضية، يعني ما بصير على مثلا IV bag 1000 مليليتر نحط preservative، لأنه بهاي الطريقة بهاي الحالة عمالنا بنعطي للمريض كمية كبيرة من البريزيرفاتيف بهذا الحجم الكبير، فعادة يعني لازم يكون الفوليوم قليل. وتستخدم البريزيرفاتيفز للمالتي دوز فايلز، يعني مرات بيكون في مطاعيم للأطفال تيجي الفايل حجمها نوعا ما كبير، ممكن باليوم الواحد 10 أطفال يطعموا من نفس الفايل، بيكون ممكن بهاي الحالة يكون في antibacterial preservative، بس يكون مناسب طبعا حسب عمر الأطفال هون، لأنه زي ما حكينا النيونيتس حديثي الولادة ما بنقدر نستخدم لهم مستحضرات أو injectables فيها antibacterial preservative، لكن الأطفال الأكبر عمرا ممكن نستخدم multi dose vial، بس بشرط أنه يكون في antibacterial preservative. إذن المالتي دوز فيلز نستخدم لها antibacterial preservatives. Examples عندنا cationic surface active compounds بتركيز 0.01%، chlorbutanol, cresol, phenol, تركيز 0.5%. Examples كمان عندنا buffers، مواد ممكن نضيفها على الانجكشن. الهدف الآن من البفرز to control or to resist change in the pH. كثير من الأحيان نحتاج أن نتحكم بدرجة الحموضة pH للإنجكتابل preparation. الآن الإنجكتابل preparation من الأفضل أنها تكون pH لإله حوالي 7.4 اللي هي نفس الفيسيولوجيكال pH عشان ما يصير فيه tissue irritation، خاصة إذا بدنا نعطي الإبرة عن طريق الانتروفينوس روت يعني IV، فلازم تكون إذا pH حوالي 7.4 to prevent tissue irritation. لكن بعض الأحيان قد نضطر أنها تكون الـ pH مختلفة عن الـ 7.4 لأسباب تتعلق بثبات الدواء stability of the drug أو solubility of the drug. الآن بهيك حالة طبعاً قد نحتاج أنه يكون في buffer to resist change in the pH upon storage، يعني مع الـ storage ممكن تغير الـ pH إلا إذا في buffer يظل يعني مقاوم التغير بالـ pH. فالبفرز هاي إذا بدنا نضيف مركبات كيميائية على الـ preparation. طبعاً الـ IV preparations يفضل أنها تكون unbuffered والـ pH إلها 7.4. إذا اضطرينا أن نحط buffer بالـ IV preparation لازم تكون الـ buffer capacity إله أقل ما يمكن علشان ما نأثر سلباً على الـ pH أو the blood. من المركبات اللي ممكن كمان تكون موجودة بالinjectable preparations solubilizers، مواد علشان تزيد من الذائبية of the active ingredient، وantioxidants مواد مضادة للأكسدة علشان تزيد من عمر the preparation. هاي الأدد substances اللي ممكن إنها تكون موجودة بالinjectable preparation. The air accompanying an injectable product is frequently replaced with an inert gas. يعني كثير من الأحيان بنفس العبوة اللي بيكون محطوط فيها الـ preparation تبعت الـ injection، المساحة هاي الفاضية الفراغ اللي فوق الإبرة اللي هذا بنستخدم inert gas، بنحط غاز خام من الغازات الخاملة زي النيتروجين غاز علشان نزيد الـ stability of the product، لأنه وجود الأكسجين اللي بالجو ممكن يعمل oxidation للـ preparation، فأفضل يعني بدل ما يكون المساحة الفاضية هاي اللي موجودة بالفايل بدل ما تكون أو بالأمبول بدل ما تكون هواء عادي بتكون نيتروجين غاز. هذا النيتروجين غاز خامل ما بيعمل أكسيديشن ولا بتفاعل مع البريباريشن. أوكي، ستيرلايزيشن. الآن خلينا شوي بس نلخص الأشياء اللي هي required to be in injectable preparations.
من ناحيه فورميليشن. اذا الحقن او الابر الفورميليشنز هاي لازم تكون ستيريل، لازم تكون معقمه، لازم تكون بايروجين فري، لازم تكون ايزوتونيك. هلا مش شرط تكون ايزوتونيك، يعني في بعض الانجكتابلز ما بتكون ايزوتونيك، لكن يفضل تكون ايزوتونيك تو ريديوس تيشو ريتيشن. البي اتش كنترولد، البي اتش كنترولد الان كيف يعني كنترولد؟ يفضل تكون على 7.4، يفضل تكون على 7.4 تو بريفنت تيشو ريتيشن عشان نقلل من الريتيشن ات ذا سايت اوف ذا انجكشن. لكن برضه مش شرط انها تكون البي اتش 7.4، ممكن بعض الانجكتابلز تختلف البي اتش فيها عن 7.4 لاحتياجات معينه في نفس العلاج. اضافه البفر، الاي في بريبريشنز يفضل انها تكون ان بفرد، واذا فيها بفر لازم تكون بفر كاباسيتي له اقل ما يمكن. اذا ممكن يكون في انتي بكتيريال ايجنت او انتي مايكروبيال ايجنت موجود في البريبريشن في حالة إذا كان هي مالتي دوز فيلز، ويمنع استخدامه في حالة النيونيتس الأطفال حديثي الولادة. ممكن كمان يكون في أنتي أوكسيدنت موجود في البريباريشن to prolong the expiry date of the preparation. فإذا هذا تقريبا ملخص يعني الفورميليشن ريكويرمنتس المطلوبة تكون موجودة بالإنجكتابل preparations. نحكي فقط عن الآن خطوة من الأشياء المهمة بالإنجكتابلز اللي هي الستيريلايزيشن، عمليات التعقيم methods of sterilization. إذا methods of sterilization كيف بنعمل تعقيم للمستحضرات اللي هي injectable preparations. Sterilization is destruction of all living organisms and their spores or their complete removal from the preparation. إذا إما قتل أو إزالة للميكرو أورجانيزمز اللي موجودة بالمستحضر. Methods of sterilization: steam sterilization, dry heat sterilization, filtration sterilization, sterilization by gas, والionizing radiation sterilization. Steam sterilization اللي هو باستخدام الأوتوكليف. Autoclave provides steam under pressure for certain period of time sufficient to kill microorganisms and spores. الآن اللي هو نفس فكرة طنجرة الضغط. الآن طنجرة الضغط بتكون عادة، خلينا نحكي المي بتغلي على درجة حرارة تقريبا 100 درجة مئوية. الآن إذا بدنا نرفع من درجة غليان المي لازم نضغط، نعمل ضغط جوي مثلا على 1 اتموسفيريك بريشر اللي هو الضغط الجوي الاعتيادي، بتكون درجة غليان المي 100 درجة مئوية. إذا رفعنا الضغط الجوي ل 2 اتموسفيريك بريشر، 2 اتموسفير يعني ضعفنا الضغط على سطح المي، بصير درجة غليان المي تساوي 121 درجة مئوية. فإذا مبدأ الأوتوكليف إنه إحنا نضغط المي زي مبدأ عمل طنجرة الضغط. فلما بتضغط المي ترتفع درجة الغليان للمي، بدل ما تغلي على 100 بتصير تغلي على 121. فإذا بهاي الطريقة إحنا الفكرة إنه إذا عملنا ضغط على سطح المي، أولا رفعنا درجة حرارة المي، فإذا صرنا نعقم على حرارة أعلى. والفكرة الثانية اللي هي وجود الستيم، وجود البخار. وجود البخار بتغلغل جوا المايكرو أورجانيزم وبساعد على قتله. فإذا شغلتين مهمات في عملية الستيم ستيريلايزيشن أو في الأوتوكليف: الحرارة والرطوبة. إذا لازم الرطوبة أو الستيم توصل لكل المايكرو أورجانيزمز اللي ممكن تكون موجودة بالسام. فإذا الستيم ستيريلايزيشن الآن ممكن احنا نتحكم بالضغط. إذا عملنا الضغط على 10 باوند بريشر بيكون عندنا درجة الغليان للمي 115.5، والستيريلايزيشن مدته 30 دقيقة. لكن إذا رفعنا الضغط ل 15 باوند بريشر يعني تقريبا 2 اتموسفيريك بريشر،
بتصير درجة الغليان 121.5 ومناسب لمدة 20 دقيقة. وإذا قدرنا كمان ممكن نزيد الضغط أكثر ونختصر من مدة الاسترلايزيشن، بصير 15 دقيقة كافية لعملية الاسترلايزيشن. أكثر شيء إحنا يعني متعارف عليه اللي هو 121 درجة for 20 minutes على ضغط جوي يساوي 2 atmospheric pressure، هذا اللي هو يعني بحقق لنا الاسترلايزيشن المطلوب. هذا اللي هو الستيم استرلايزيشن. إذا شرط أساسي بالستيم استرلايزيشن إنه يتغلغل البخار إلى المناطق اللي موجودة فيها المايكرو أورجانيزمز وبساعد على قتلها. Steam sterilization is applicable to pharmaceutical preparations and materials that can withstand the required temperatures and not adversely affected by moisture. طبعا يعني أكيد هنا الحرارة هاي 121 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة، ممكن بعض المركبات الكيميائية والأدوية تخرب خلال هاي المدة الزمنية، فلازم ننتبه إنه الدواء ما يكون thermolabile. thermolabile هاي الكلمة معناها إنه الدواء بيخرب بدرجات الحرارة العالية. فالأدوية اللي هي thermolabile يعني تتأثر بالحرارة ما بنقدر نعملها steam sterilization. برضو الأدوية اللي ممكن تخرب بالمويستشر، لأنه زي ما حكينا لازم يكون الآن الفورميليشن لازم تكون معرضة للرطوبة بطريقة معينة بحيث إنه الرطوبة تتغلغل داخل هذا الفورميليشن حتى تقتل تساعد على قتل البكتيريا. examples على بعض المركبات أو المستحضرات اللي ممكن إنه إحنا نعملها steam sterilization أو autoclave: aqueous solutions in sealed containers such as ampoules. يعني الأمبولات، أمبولات المي بعد ما تتعبى الأمبولة ممكن نحطها بالأوتوكليف. الآن الأمبولة مائية طبيعتها فيها مي، وبالتالي درجة الحرارة فيها راح توصل ل 121 درجة مئوية، ووجود المي بنفس الأمبولة نفسه البخار هذا جواتها بيقتل أو بيساعد على قتل المايكرو أورجانيزمز. الآن إذا كان sealed empty vials، يعني إذا بدي أعقم vials مغلقة وأحطها بالأوتوكليف، شرط إنه يكون فيها شوية مي، لازم يكون جوا الفيل شوية مي علشان المي تساعد على قتل البكتيريا. أما إذا كانت فيل ناشفة من جوا ومسكرة تماماً إذا حطيناها جوا الأوتوكليف هذا ما رح يعقمها بشكل جيد، لأنه وجود الرطوبة من أساسيات التعقيم بالستيم ستيرلايزيشن. البلك سوليوشنز ممكن إذا بدنا نعقم مثلاً 5 لتر من سوليوشن معين، تعقيمه هذا بنحطه مره واحده في الاوتوكليف وبنعقمه مره واحده، بس هذا بده يكون سوليوشن طبعا بلك سوليوشن مغلق وبده يكون ايش فيه اساس مائي، يعني فيه مي، والمي هي يعني تبخر المي داخله بيؤدي الى مساعده في التعقيم. جلاسوير زجاجيات ممكن كمان نعقمها بهذه الطريقة. surgical dressings وinstruments المعدات الجراحية والأدوات الجراحية ممكن كمان نعقمها بالأوتوكليف. steam sterilization ما بنقدر نستعمله لتعقيم المواد الزيتية والدهنية oils, fats and oleaginous preparations. ليش؟ لأنه حكينا إنه لازم الستيم يتغلغل لداخل preparation يوصل للمايكرو أورجانيزمز، فإذا كانت المادة زيتية ما راح نقدر نعقمها باستعمال الستيم ستيرلايزيشن، لأن المي ما راح تتغلغل داخل الزيوت، وبهاي حالة ممكن نلجأ للدراي ستيرلايزيشن، دراي هيت ستيرلايزيشن. برضو الإكسبوزد باودرز ما بنقدر نعقمها بهاي الطريقة، لأنه البودرة إذا تعرضت للرطوبة اللي موجودة جوا الأوتوكليف ممكن تخرب، ممكن يصير في كوندنسيشن اوف مويستشر على سطحها وبالتالي تخرب هاي البودرة. فإذا الزيوت والباودرز ما بنقدر نعقمهم بالأوتوكليفز. رح نشوف كيف إنه الدراي هيت ستيرلايزيشن رح يلزمنا درجة حرارة أعلى حتى نحقق التعقيم المطلوب. فإذا وجود البخار بخلينا يعني نعقم على درجات حرارة أقل. في حدا عنده سؤال أو استفسار؟ مدة المحاضرة الأولى تقريبا على شكلها تنتهي، وبالتالي أنا